يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج هني وعافية، معكم الشيف خولة السيف. طبعا اليوم حلقتنا مميزة بأطباق سهلة وسريعة، فخلكم معنا. راح نسوي طبق المقبلات والطبق الرئيسي وأهم فقرة اللي هي الحلويات، فخلكم معنا حق وصفات جميلة وجديدة. مشاهدينا رجعنا لكم حق وصفة اليوم اللي هي المقبلات. راح هني بس أضوي على النار. مشاهدينا راح أسوي لكم سلطة متنوعة بنكهة جديدة حق الأشخاص اللي يحبون السلطات. أنا هني ابتكرت لكم سلطة وإن شاء الله راح تعجبكم. خلينا نشوف شنو عندنا هني من مقادير. عندي مجموعة من الخضروات، عندي هني الفلفل الأحمر وعندي الطماطم، وهذا النوع من الكوسة الصفراء من قسم الأورجانيك في تعاونية الاتحاد، وعندي الخس والخيار، عندي خيار المخلل، دجاج، وهذه الدجاج أنا قطعته مكعبات تبلته بالباربيكيو وشحته على النار، وعندي هنا الزيتون بارميزان، وهذه القطع من اللبنة راح تتواجد هم في تعاونية الاتحاد قسم الألبان والأجبان، باربيكيو والرانش صوص، وعندي هذا الشيء اللي راح يميز سلطتنا البطاطس، وهذه البطاطس انا قشرتها ونشفتها من الماي ودايركت حطيتها في ديب فراي من زيت علشان تعطينا هذا الشكل المقرمش. وهني طبعا على النار مشاهدينا عندي جبنه الحلوم نقعتها في الماي وطلعت منها الملوحة كامل، قطعتها مكعبات وحطيتها على النار، أبيها تكون سايحة عندي، بس الحين تصيدها الحرارة راح ترجع إن شاء الله على نفس المستوى اللي أنا أبيه، صاير شكلها مثل البيض، وبس إنها هي جبنة الحلوم. من بعد ما ذابت حاولت إن أنا ألصقهم يم بعض لأن أبيها كقطعة. والشيء الغريب في سلطتنا من اللبنة والخضروات راح أضيف فاكهة اللي هي الشمام، راح أجيبها طبعا من سلة الفواكه. عندي هذه الشمامة، كل الفواكه اللي انتوا تحبونها راح تلقونها طبعا في تعاونية الاتحاد. خلنا نبتدي. راح أقطع مجموعة من الخضروات اللي أنا أحتاجها، وهذه حق الصوص لبعدين. اوكي، راح اقدمها طبعا مشاهدينا مو في الصحن، كقطعه خشب. وطبعا لا انسى بالشكر الى تلكو على الديكور الجميل اللي هم مصممين لنا اياه في برنامج هني وعافيه. خلنا نبتدي. طبعا عندي هذين الطماطم راح اقطعهم بهالطريقة، وهني عندي هذه الطاسة اللي راح احط فيها الخضروات. مشاهدينا جربوا الزكيني اللي هو الكوس الصفرة، لها طعم جدا جميل وخاصة اثناء الطبخ، فانا هني حبيت ان ارويكم هذه الخضرة اللي هي هذه الزكيني علشان تحسون بطعمها، وطعمها جدا جميل ومميز. فأنا راح استخدم هاي الزكيني أسويها الشرايح كثر المستطاع، وهم بعد تدرون أن أنتوا تطبخونها. خلاص راح أكتفي بعدد بسيط من الخضرة، وعندي هني هم الخيار. الحلوم دائما انتو حق محبين الاشخاص اللي يحبون الحلوم يكون في سلطاتهم، دائما نقعوه في الماي علشان يطلع منه الملوحه، هو فعلا راح يصير لين. حق الاشخاص اللي يحبون ملوحته تقدرون طبعا دايركت تحطونه، بس يفضل ان انتو تحطونه في الماي. عندي الخس، بشكل عشوائي طبعا، بس هني انا الحلوم عشان ما يحترق عندي
روح قلبه خلص. راح اخذ هذه قطعه الحلوم، واهم بعد راح اقطعها بهالطريقه. اوكي عندي هني الحلوم، راح اقطعه بذي الطريقه بشكل عام. الحلوم في سندويش ولكم في سلطه جميل. خلاص راح اخذهم واضيفهم طبعا مع عندي هني قطع الدجاج، راح اضيفه بعد مع السلطه. وطبعا هني عندي اللبنه. الحين كل شيء راح اضيفه مع السلطه. وعندي هني البارميزان. الحين راح اقطع البطيخه او اللي احنا نسميها الشمام. وعندي الزيتون. راح اضيف فليفله. اوكي احاول اقطعها بطريقه اصغر علشان شويه تبين عندي في السلطه. وحبه واحده. والحين راح اقطع الشمام. اوكي خلص. راح اقطع الحين الشمام. هم بعد مشاهدينا كفكرة لكم، تقدرون ان انتو تفرقون الشمامة وتستفيدون كقالب تسوونها. اوكي الحين راح نقطعها مثل طريقة المانجا شلون تتقطع كذي. وهم بعد جميل مع هذه الشمام تضيفون في دي السلطة فراولة، بعد راح يعطي شيء جميل. خلاص ضفته. خلص الحين طبعا راح نخلط هذه السلطة كلها مع بعض علشان نقدمها. الصوص طبعا انتم حرين شنو تحبون من نكهات. انا هني راح استخدم الرانش، تقدرون تحطون بس رانش خالي، وتقدرون تستخدمون الباربيكيو وتضيفون له شنو اللي انتم تحبونه. عندي هني السلطة، راح اخلط كل المكونات مع بعض بهالطريقة. الدجاج والبارميزان والخيار المخلل، كل المكونات مع بعض. خلص الحين هني حق التزيين. عندي هذه السلطة راح اخليها هني. اي نوع من الفواكه انتم تحبونها تقدرون تضيفون. تحبون كنتو الرمان تقدرون تضيفونه، كنتو تحبون الفراولة تقدرون تضيفونه. انا هني كتغيير قلت راح احط شمام. وهذه القطع هني راح ابرزها مع الدجاج والحلوم. وعندي هني بعد اللبنة بهالطريقة.
نكتب فيه. هذه البارميزان راح استخدمها الحين بعد مع الصوص. هذا البصل، عفوا منكم البطاطس المغلية راح اخليها من فوق بهالطريقة. انتو تقدرون اثناء التقديم دايركت تحطون الصوص معه، بس انا ما ابي خضرتي تذبل، فانا راح احط عليها الصوص من فوق. راح نسوي الحين الصوص. عندي الرانش والباربيكيو، راح احط شويه قليل والبارميزان. اوكي، تقدرون تحطونه كطبق جانبي. انا الحين راح بس ازينه، استخدم هذا النوع من الاكياس. خلاص راح ازين فيها السلطة. خلاص، وهذه البارميزان راح ننثره من فوق. مشاهدينا خلصنا السلطة المكسة بالخضروات مع الفواكه مع الخضروات البطيخ، وحطينا اللبنة مع الحلوم. سلطة شوية نغير من المكونات اللي فيها. راح اوديها الحين على طاولة التقديم وننتقل لكم الى فقرة الطبق الرئيسي. مشاهدينا رجعنا لكم الى الطبق الرئيسي. راح نسوي لكم طبق شويه مبتكر وجديد. طبعا هذه انا مسويتها من ضمن وصفاتي. شنو راح اليوم نسوي؟ راح نسوي صينيه بالفرن مخلوطه مع خضروات، وراح نشوف الطريقه طبعا مع بعض. الشيء الجميل والمبتكر ان عندنا هني الميني بوتيتو، سلقتها وراح نهرسها ونحطها في صينيه الفرن. شنو عندي هني من مقادير؟ عندي البيكن، بيكن دجاج، اوكي، عندي المشروم قاعده اقطعه الحين، تشيدر تشيز، الميني بوتيتو اللي هو المسلوق، عندي هني البهارات، كمون، بابريكا، وهاي للتزيين البقدونس، وعندي هني الاوريجانو، سنتراي توميتو اللي هو الطماطم المجفف، وراح نلقاه طبعا في تعاونيه الاتحاد، عندي بصل، فلفل احمر بارد راح نقطعه مع بعض، وعندي هني دجاج مسلوق. سلقت الدجاجه مع بهارات صحيحه وشلت الزنخه وقطعتها شرايح. طبعا انتم اذا كان عندكم من بقايا الاكل مشاهدينا تقدرون هم تستخدمونها في هذه الطبق. المشروم مشاهدينا من الخضروات الاسفنجيه، فما له داعي ان المشروم يتغسل، بس مجرد ان تاخذون كلينكس مبلول في ماء او فوطه نظيفه تمسحون على المشروم. ليش؟ لان اذا انتم غسلتوه وخليتوه على النار راح يطلع الماء اللي شفطه. زين، هني على النار راح اخلي المشروم يتحمر عندي على السريع، بس يتحمر. لما هني يتحمر عندي المشروم راح اقطع باقي الخضروات
عندي هني سنروي توميتو. سنروي توميتو اللي ما جربه لازم يجربه، جدا جميل ولذيذ، خاصة بعد في السندويتشات أو في أطباقكم. زين عندي سنروي توميتو، في سنروي توميتو معلب، أو تقدرون تستخدمون سنروي توميتو في قسم الأجبان، راح تحصلونه في تعاونية الاتحاد. أتمنى مشاهديني أن أنتوا تجربون هذه الوصفة، جدا جميلة ومبتكرة من الشيف خاولة. أوكي أنا قطعت هنا سنروي توميتو، راح أخليه على جنب. راح أقلب هنا عندي المشروب، بس أبي يتحمر عندي ياخذ اللون الذهبي. حطيت شوية زيت معه علشان يتحمر بطريقة سريعة. يتحمر عندي بس بطريقة سريعة. نرجع هنا حق الخضروات لما يتحمر عندي. عندي هذه الفليفلة الحمراء. هني انا الفليفله راح اقطعها مكعبات جدا صغيره. خل اشيل المكونات اللي انا ما احتاجها. عندي هني هذه الفليفله راح اقطعها بهالطريقه شرايح. اوكي نجمعهم مع بعض ونقطعهم بهالطريقة. بس خلا أشوف هني المشروم. نحمر كل الخضروات وراح نضيفه بعدين في وعاء ونضيف له باقي المقادير. خلاص عندي هني هذه الخضرة، نخليها هم على جنب. راح نكثر بعد منه قليل، نقطعها بهالطريقة. اوكي نجمعهم مع بعض ونقطعهم بهالطريقة. خلص هذه الكمية راح اكتفي منها. تعاونية الاتحاد قسم الخضروات مشاهدينا في شيء وايد جميل، وهم راح يفكر ببات المنزل او اي شخص طبعا محب الى الطبخ. يعني حتى ما شاء الله الحين الشباب قاموا يطبخون، فكل من يقدر يستفيد من هذا الشيء. فتروحون قسم الخضروات راح تشوفون علب جاهزه من الثوم المقشر البارد، راح تشوفون البصل شرايح او مثل نقول تشوبت صغار نفس هاي اللي عندي هني في المقادير. بس اخذوا القوطي وقطوا في طبخكم، لا داعي لا دموع بعد اليوم مع البصل وانتم تقطعونه. فموجوده هناك الجمعيه، اخذوه ودايرك تحطوه في الطبخ. زين مشاهدينا انا هني المشروم جهز عندي، راح احطه هني في الوعاء وفي نفس المقلاة راح احط شوية زيت وانزل البصل هاي اللي قلت لكم عنه. شوفوا شلون جاهز وفرش. خلص حطوه. راح نسوي شوية سوتيه مع الفلفل الاحمر هني عندي اياه. راح نقلبه طبعا لما نشوف شويه البصل مع الفلفل الاحمر شويه قام يذبل عندي. انزين بس لما هذه هني شويه عندي راح ازيد شويه زيت لان عشان ما يحترق عندي. خلاص لما هاي المقادير هني شويه تنخلط عندي هني سنروي توميتو راح اخذه وظيفه. هذه خلاص راح اشيلها من هني.
نرجع الحين حق باقي المكونات. عندي هني الدجاج هم راح اضيفه بعد مع البصل والفلفل الاحمر. هذه الدجاج راح احركه بس ابي ياخذ نكهه البصل والفلفل الاحمر. لما تروحون تتجمعون مع اهلكم يوم الجمعه او يوم الخميس او يوم الويكند يعني بشكل عام تقدرون تسوون لهم هذه الطبق. خلاص خلاص راح ناخذ هذه مشاهدينا ونضيفه هم مع الخلطه اللي احنا سويناها المشروم والسن فرايد توميتو. عندي هني البيكن دجاج راح اضيفه او اللحم حسب اللي انتم تحبونه. عندي هني راح اخلي قليل حق شويه التزيين شويه من البقدونس. عندي هني كريمه الطبخ راح اضيفها مع المكونات. راح اضيفها ونخلط هذه المكونات كلها مع بعض. نخلي العجين شو اسمه المكونات اللي هني عندي اياها تكون مثل عجينه او سائله. خلاص الحين طبعا راح اضيف البهارات. عندي كمون، بابريكا، اوريجانو شويه، والملح والفلفل الاسود. اوكي راح ازيد شويه من الكريمه. خلص هذه المكونات كلها وين بتروح؟ راح تروح لصينيه الفرن. انا راح استخدم هني صينيه فرن صغيره، وطبعا انا هني في البرنامج جهز سويت لكم تجهيز مسبق الى هذا النوع من الطبق. مشاهدينا شنو الشيء الحلو في هذا الطبق كابتكار جديد؟ كل اللي راح نسويه الحين عندنا البيبي بوتيتو هني، راح احط عليه شويه من زيت الزيتون، وعندي هني اوريجانو، ملح مع فلفل اسود. شوية ازيده زيت زيتون. راح اقلب هذه المكونات مع بعض. ناخذ الميني بوتيتو ونهرسه بهالطريقة. شوفوا شلون راح نهرسه بهالطريقة. اخذوا اي عندكم السماش مالت البطاطس او الطاسة براحتكم. كل اللي راح نصير راح نحطهم بهالطريقة في الصحن. راح نحطهم كامل لما نشوف الدجاج تقطع عندي، وبعدين راح نضيف عليهم البارميزان حتى لو باكر تبون تسوون صينيه في الفرن او دجاج مشوي. حلو انكم تحطون معاه هذا النوع من الخضروات. خلاص وعندي هني التشيدر راح نضيفه من فوقه. كثروا من التشيدر بالالوان اللي انتم تحبونه. مشاهدينا احنا جهزنا لكم الصينيه تجهيز مسبق، طبعا صينيه اكبر
راح نحطها في الفرن مشاهدينا من فوق لما يتحمر عندنا او يذوب طبقة الجبن. فشوفوا مقاديرنا على الشاشة مشاهدين لما نجهز لكم باقي المقادير. مشاهدينا هذه هو الطبق البطاطس مع خلطة من الدجاج جهز عندنا. كل اللي راح نسويه الحين تزيين بسيط. طبعا هذا الطبق مبتكر جميل راح تدهشون ان شاء الله اهلكم واصدقائكم. راح نوديه الحين على طاولة التقديم وننتقل لكم الى طبق الحلويات وكونوا شيف حلويات مع الشيف خاولة. انتظروا راح نسوي لكم كيك. مشاهدينا رجعنا لكم الى طبق الحلويات. اليوم راح نسوي لكم طبق حلويات اللي هو كيكة الفستق. بس خلينا نقول لكم اليوم شنو سوينا من طبق مقبلات. سوينا سلطة الدجاج، تبلناه بالباربيكيو وحطينا معاه البطيخ او اللي احنا نسميه الشمام. واهم بعد اللي سويناه اللي هو الطبق الرئيسي، سوينا طبق دجاج مبتكر خلطناه معاه مجموعه من الخضروات وحطينا من فوقه الميني بطاطس. الحين طبعا راح نروح ونسوي كيكه الفستق. مشاهدينا حق كيكة الفستق راح نسوي لكم كيكة الفستق او الكيكة الستاندر. وهذه الكيكة انتم تقدرون تضيفون لها اي اضافات انتم تحبونها، مثل ما احنا اليوم في البرنامج راح نضيف لكم هذه الكيك. شنو عندنا هني من مقادير؟ عندنا طحين جميع الاستعمالات، عندنا سكر، فستق مطحون، وحلو انه هو يكون شوية معاه مجروش عشان لما تاكلون الكيكة فيها طعم الكرانش. عندي هني جيمر، جبن كريمي، كوكو باودر، وهني طبعا راح استخدم هذا الشيء للتزيين اللي هو الفستق المجروش روب، وعندي حليب مركز، الورد، البيض، وعندي هني ظرف الشانتيه، وهذه عندي اللون الاخضر، وهيل بيكن باودر، بيكن سودا، والفانيلا. اول شيء راح نبتدي، وبعد لا انسى بالذكر عندي هني اللي هو الزيت والحليب اذا رحت احتجته ازيده حق الكيكه يعطينا شويه ليونه. اول شيء راح ابتدي مع البيض والسكر. فمشاهدينا كل اللي راح نسويه الحين في الكيكه، نسوي كيكه عاديه وبعدين راح نسوي معاها صوص ابيض. عقب ما نطلعها من الفرن نسوي معاها صوص ابيض، وبعدين راح نحط معاها صلصة او معجون الفستق ونزينها بالفستق المجروش مع الورد. لمحبين الفستق طبعا هذه الكيكة راح تعجبكم. عندي هني السكر. راح
راح نخلي البيض مع السكر ينخفق هني عندي ونعطي البيض حقه. نعطي البيض حقه لان هذه راح يساعد على انتفاخ وارتفاع الكل. راح اخلط المواد الجافه مع بعض. بس انا الاشياء اللي راح اسوي فيها التزيين راح اشيلها من هني. وعندي هذه الصوص بعد هم راح استخدمه حق بعدين من بعد ما تطلع الكيكه من الفرن. وطبعا انا هني في البرنامج سويت لكم تجهيز مسبق. عندي هني الطحين، راح اخلط المواد الجافه مثل ما ذكرت لكم. عندي الطحين، الكوكو باودر حق الاشخاص اللي بيتسائلون يقولون شلون انت بتسوين كيكه فستق وحطيتي معاها الكوكو باودر. مهمه الكوكو باودر يطفي لون الاخضر، يعني احنا بعدين انضفنا اللون الاخضر هنا. الفستق ما يعطينا اللون اللي احنا نحتاجه حق كيكه الفستق، فلابد من استخدام اللي هو لون الطعام. فلما انا احطها يطفي لونه شويه، ما يعطينا لون الخضار، يعطينا لون الزيتي الجميل. وعندي هني البيكنج باودر والبيكنج سودا ورشه من الملح. خلاص هذه المواد الجافه راح تنخل داخل كلها مع بعض. وهني هاي الفستق راح اضيفه معه. من الضروري ان احنا ننخل الطحين علشان يدش الهواء داخل. راح ازيد شويه فستق. وبعدين راح نخلي بعدين للتزيين. عندي هني فانيلا. وعندي الهيل، باودر الهيل. راح اضيف الزيت. انا الكيكة هني ما بيها تكون وايد ثقيلة، فاستخدمت الزيت لان الزيت راح يتبخر في الفرن وبتعطينا الكيكة تكون مو ثقيلة. راح اضيف الروب. مشتقات الالبان دائما تعطي الروب ليونه. يعني تقدرون تضيفون يا روب يا لبن او سور كريم، الكريمه الحامضه، بس انا افضل الروب للكيك. عندي هني هذا اللون الاخضر. شوفوا شلون اللون الاخضر صار وايد فاتح. وايد فاتح، مو حلو ان الكيكه تطلع كذي وايد خضراء، فاحنا طبيناها بالكوكو باودر. نسيت اذكر لكم من ضمن المقادير عندي اللي هو ماي الورد، راح اضيفه. الفستق يحب طعم الورد. فهني كل اللي راح اسويه بالتدريج راح اضيف الطحين. وإذا شفت الخليط وايد عندي متماسك أقدر أزيده حليب. راح أقصر عليه شوي. أضيف الطحين. أول ما شفت الخليط اختفى الطحين أزيده. خلاص. ومثل ما ذكرت لكم إذا شفت الخليط عندي وايد متماسك راح أزيده حليب. الحليب نخليه على جنب. أول ما أشوف الخليط اختفى أضيف. شوفوا شلون قام اللون يتغير عندي يعطيني اللون الزيتي. الحين الخليط قام شويه شويه يثقل عندي، راح احتاج شويه حليب. خلاص. عندي هني الحليب، راح ازيده شويه. نخلط كل المغادير. راح ازيده بعد شويه حليب.
نكثر من الحليب وايد. نبي القوام الكيك، لان اذا دخلناه في الفرن راح يكون وايد سائل، وعند الخبز الكيك ياخذ وقت وايد. هذه القوام اللي احنا نحتاجه. هذا القالب اللي راح استخدمه، طبعا قالب العادي، انتم تقدرون تستخدمون اي قالب انتم حابينه وعندكم، او بايركس زجاجي، لكن لخبز الكيك يفضل استخدام المعدن او هاي النوع من القوالب في خبز الكيك. وتعاوني الاتحاد قسم الاواني اوفر لكم كل الاشكال اللي انتم تحبونها. وهم لو بنتكلم عن الالكترونيات، هم تعاونية الاتحاد عندهم قسم الالكترونيات، تقدرون تختارون مستلزمات المنزل ويناسب ميزانيتكم. هذه قوام الكيك، ونشوف هني بعد في الفستق المجروش، شيء جميل لما احنا ناكل الكيكه وفيها الكرانشي المطلوب. خلاص هني عندي القالب دهنته بطحين وزبده، او دهن مع طحين وحطيته في الثلاجه شويه يرتاح تتماسك عندي الطبقه، فبعدين طلعته. الحين راح اضيف كيكه الفستق، اخر شيء راح اضيفه. مشاهدينا راح ادخله الفرن. مشاهدينا دخلنا كيكة الفستق في الفرن لمدة ساعة او اقل على درجة حرارة فرنكم 160-150، وبعدين راح نطلعها ونزينها. فطلعوا المقادير على الشاشة مشاهدينا، لما ننظف المكان ونجهز لكم المقادير ونسوي الصوص الأبيض ونحط فوقه اللي هو عجينة أو صوص الفستق. مشاهدينا من بعد ما دخلنا كيكة الفستق في الفرن نحطها على درجة حرارة فرنكم لمدة ساعة أو أقل حتى الاستواء. طبعا انتم تعرفون استواء الكيكة، تدخلون العود وتشوفون استواءها. الحين راح أسوي لكم صوص، بس أنا هني قاعدة أفتح الورد المجفف الصالح للأكل طبعا، وهم موجود في تعاونية الاتحاد. الحين كل اللي راح يصير اخلط كل المقادير اللي احنا نشوفها مع بعض وذكرناها، وراح اذكرها مره ثانيه. هي عباره عن الشانتيه، جبن كريمي، جيمر، حليب مركز، وهذه للتزيين، وعندي هني صوص البيستاشيو راح ازين فيها الكيكه وشويه حليب. اذا شفت الخليط ما قاعد يتماسك عندي. وما انسى بالذكر الى شركة ايتلكو، طبعا اي شخص او اي ربة منزل تحب انه يكون مطبخها جميل وهم يناسب ميزانيتها، تقدرون تتجهون الى شركة ايتلكو. طبعا هني راح اخلي الحليب المركز
وعندي هني الجبن الكريمي. وعندي هني الجيمر وكريمة الشانتيه. بضيف شوية بس من الحليب عشان الخليط يتحرك عندي. خلاص خلاص هذا الخليط عندي هني جهز. مثل ما ذكرت لكم مشاهدينا ان احنا هني في البرنامج جهزنا لكم تجهيز مسبق الى الكيكة. هذه هي الكيكة بس مشاهدينا هذه اللون لازم اللون يكون داخلها، دخلناها الفرن لازم تعطينا هذا اللون البني لون الكيك العادي. راح نزين الحين بالصوص اللي احنا سويناه بالحليب المركز. هذه الصوص وبعدين راح نحط عليه بعد اللي هو صلصة الفستق ونحطه هنا في الوسط علشان اي شخص يقطع الكيكه يطلع الصوص. وهذه صوص البيستاشيو. صلصه البيستاشيو هم متوافره في تعاونيه الاتحاد قسم الحلويات يوفرها لكم. احنا نقدر بامكاننا ان احنا نحط سكر في الخلطة الكيكة كوب ونص، بس لان احنا راح نحط هذه من فوقه فتغطي الحلاوة، يعني ما له داعي ان احنا نكثر من السويت لان في اشياء تغطي على اشياء. عندي هني الفستق خليه من فوقه وعندي هني الورد. مثل ما ذكرت لكم الفستق يحب الورد راح نحطه من فوقه. بهالطريقة علشان تحصلون على هاي الأوراق بس مجرد ان انتو تاخذون الوردة براحة اليد تفتحونها كذي. بهالطريقة راح نحصل على أوراق الورد. خلصنا مشاهدينا هذه كيكة الفستق اللي سويناها، أتمنى أنها نالت على إعجابكم. راح أوديها الحين على طاولة التقديم ونقول لكم شنو قدمنا لكم اليوم في برنامج هني وعافية. بكذي مشاهدينا خلصنا حلقة هني وعافية. خلينا نقول لكم شنو قدمنا لكم من طبق المقبلات هني اللي هي سلطة الدجاج مع الشمام، وقدمنا لكم هني اللي هي صينية الدجاج المبتكرة، حطينا لكم الميني بوتيتو من فوقها وحطينا الجبن ودخلناها الفرن، وهني عندنا كيكة الفستق وزيناها بصوص الأبيض مع صوص البيستاشيو ويا الفستق المجروش والورد. أتمنى حلقتنا عجبتكم اليوم. نشكر شركة تيتلكو على المطبخ الجميل، وأهم بعد نشكر تعاونية الاتحاد على المواد الغذائية وأدوات المطبخ. كانت معكم الشيف خولة السيب، نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة.